اوه طيحته. لا لا اسف 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 والله. يا هلا والله جماعة الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المقطع لا تنسون تصلون على النبي، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. لعبتنا لليوم محاكي الغزال او دير سيموليتر، اللعبة اللي ما شاء الله تبارك الله خلال الايام اللي راحت نص العيال نزلوها يمكن كلهم حتى، وهذا يدل على واحدة من ثلاثة اشياء: يا ان اللعبة خرافية مرة وبطلة خلتهم كلهم يلعبونها، يا اللعبة عجبتكم مرة 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 وقاعدين تطلبونها من كل يوتيوبر مفضل عندكم ينزلها، وشيء ثالث ما في شيء ثالث والله نسيت، هي حاجتين معلش خربت الهيبه. فعموما في ناس كثير طلبوني اللعبه هذه، فانا اتوقع انه السبب الثاني انه اللعبه عجبتكم تبون تعرفون كل يوتيوبر كيف لما يلعبها كيف ردت فعله. بصراحه انا ما قلت عن هاي مقطع، فهذا راح يخلي ردات فعلي حقيقيه لما نلعب اللعبه مع بعض. فخلونا نقول بسم الله ونبدا اللعبه. محاكي الغزال، ايش السالفه؟ ايش فيه؟ الله اعلم. بسم الله يا جماعه خير. اوكي اوكي بديت اعرف سبب ثالث، اللعبة متخلفة شكلها. هنا ثلاث ستارت كريديتس، اوكي يعني اوه بطيح اوه اصربي موية جعل اصربي تبت عطشانة عطشانة. الحين هذه غزالتي ولا انا الغزالة ولا ايه؟ اتوقع هذا محاكي الغزال، يعني المفروض يكون محاكاة حقيقة، فليش الغزالة رقبتها ليش الغزال رقبتها كذا؟ اذا خلنا نضغط ستارت ونشوف كيف اللعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا جماعه الخير. اللود استغفر الله، اللودينج متخلف. اوكي في فيلم استعراضي، اوكي شكله في قصه. اوه هذه الغزاله. الحين انا الغزاله ولا انا صاحبها؟ انا الغزاله. اوكي توتوريال. اوكي عشان تحرك اي دبليو اي اس تي. اوكي نايس جمب واللي النقزه ما شاء الله. اوكي شفت داش ايش واللي وش هذا؟ واو فجرت طيرت ام العمود ديم يا القوه. اوكي هذا اتاك. شوف السمكه اللي تطير وش وين انا في اي عالم؟ شوف البقره. طيب اوكي هذا اتاك الهجوم. هولد كيو نيتش نيك. استغفر الله العظيم. يو ار دير، انت الان غزاله خلاص حبيبي. ايش فيه؟ هذه سبايدر مان وكل شيء تعلق ب. طب دقيقه دي وش وضع حسان ذا؟ نروح نضربه نضاربه. قتلته. اوكي سوري سوري. طب ايش فيه صارخ؟ شفت هولد يمديني امسكه. اوكي استغفر الله يا جماعة. طيب لا اوكي اللعبة ما ادري هل فيها. خلنا نلصق ذاك الدباب. استغفر الله. طيب ايش الهدف من اللعبة؟ تكفون قولوا لي اوه عندي ثلاثة حياة، وش اللي حيقتلني؟ اوكي شوف الجري. اوه وات واو واو اوكي والله اني قوي مرة. طيب انا ما اعرف ايش الهدف من اللعبة الان. شوفوا كيف يمديني اركب سيارة. يا لبيه عشان كذا عجبتهم اللعبة، كل شيء موجود، تقدر تركب السيارة تقدر تسوي كل شيء. لا 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 غزالة غزالة وحصان ايش فيه؟ يلا يا عيال الحصان انطلق الى هناك. والله اتوقع انه ما عمره الحصان هذا انذل في حياته زي كذا. وهذا المسكين عنده عسينة. حبيبي دز امشي. ايوه اروح ابغى اروح عند البقره بشوف السالفه. وكيف في زي هذه؟ في اشياء شكله والله تكفى كل اللي ما في ماب صح قهر. واو هذا حصان معضل. ابعد ابعد خلاص ما منك فايده. تعال تعال ابلع ابلع. هلا والله هلا بالحصان معضل ما شاء الله. اوكي خل والله يجيش في بالي على طول اجربها. اوكي ما منك فايده الله يقلع ابليسك. انزل انزل تعال 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 خلينا نشوف لك مكان ثاني نروح له. اوكي والله اللعبه شكل فيها مغامرات كذا تجارب يعني تقريبا. في كره سله في استغفر الله العظيم ايش في اللعبه متخلفه يا جماعه. اوكي هذا ايش؟ انزل انزل
هذا ايش؟ لا تقول لي اقدر. عرفت ايش قصدي صح؟ الو بقرة مديني؟ لا ما يمديني صح؟ كان قصدي اركب البقرة زي الحصان. ما يمديني صح؟ ديم قهر. اوكي ايش يعني الازرق هذا؟ اوكي لحظة بلاي. ايش العب؟ اوكي اللي يجمع ثلاثة. اوكي تو بلاير لا واحدة بس. اوكي استغفر الله العب الرقيص هاي. طيب ايش في الان؟ اللعبة فيها كمية تخلف غير طبيعي حبيبي. ابغى اطلع كويت تطلع يا حبيبي. ايش اللعبة الرخيصة دي مع نفسها؟ ما يمديني والله قهر. اقسم بالله تحمست. خلنا اضربها. اوه يمديني اضربها والله اني قوي. تستاهلين عشان مرضى. اوه صارت سودا. وات اضربت تغير لونها. اوه طارت فوق. اوكي اللعبة حرفيا متخلفة. لعبة متخلفة من جد. الان عرفت السبب الحقيقي. طب خلينا نروح هناك. السلام عليكم حابب العب معاكم ممكن؟ والله احلى شيء حركة الرقبة دي اقسم بالله فكت ازمة. دي هنا. واو اوكي واو يا جماعة. اوكي شوفوا سوري ذا اريا ار. اوه يما والله اخترعت خفت. اوكي اسفين خلاص ما بنروح هناك خلاص اسفين. ول والله على طول زعلوا علي قالوا انها طيب شلون اقدر استخدم هذا؟ دي في اللي يطير. دي تعال تذكرت هذاك الفيلم. دي خليني اجيب على كرة السلة كذا. اوكي انا ما كنت ابغى هنا والله بس ولي ايوه يا حبيبي. تعال تبغى تلعبوا كورة. هولد جبتها؟ لا والله ما جبتها. تعالي الا تجي جبتها؟ لا والله. انا دخلت جوة السلة. دي شو ديني اسوي له؟ اوه سي هاي. اوكي دقيقة تعال اسف تعال. هاي استغفر الله العظيم والله لا بتخلي بالك يا جماعة. ابغى اجيب هدف. لا ما والله صعب. دقيقة وين الكرات؟ يمديني امسكها. خليني ادخل هنا. تعالي خليني اجيب فيك هدف. تعالي استغفر الله والله مذلة. تعالي والله يا جماعة لا بتخلي بالف. دي تعال وين هذه؟ شفت ايوه تكفون هدف واحد. يجي لك كذا جبته والله جبت هدف. باقي عندي ثلاثة. هذا خلنا نخسر السلام. دقيقة مو معطيني وجه صح؟ قولي. طيب ابغى البقرة الكبيرة تكفون. ابغى البقرة الكبيرة والله احس اني بصير ملك العالم. واو الماب كبير فيه اشياء كثيرة لازم تستكشفها. هيا خلينا ندز. اوكي عرفت الحين ليش اللعبة حلوة صراحة. فيها تخلف لا نهائي. هي شرطة. اوكي لا غرفان. اوكي هذول ليفل 1 ايش يعني بيلحقوني ولا ايش؟ اوكي ما ادري ايش السالفه. ايش المطلوب اسوي الان يعني؟ انا ايش اروح اضربهم يعني ولا ايش؟ وينهم اصلا؟ تعالوا يا رجال تعالوا خلنا افقع وجهكم. ما في احد ما اشوف اي احد. اوه هناك تحت. اوه في سمكه قرش. هلا والله. دي هذول البشر هذول لحظه
سلام عليكم. اوه كفو هذاك زعلان مني اجل. اوه ايه ايه الله اكبر عليكم. ايش في؟ تروني قوي ها، تروني الغزالة الخارق قسم بالله، تروني قوي. تعال خلينا نشيل واحد، ما بدينا نشيل واحدة منهم. اوه اوه صار زي تابع لي هذا. لا مو من جد، لا يصيروا تابعين لي. لا ديم اوكي دي نسيلها شيء. لا يا جماعة ايش في؟ اوكي شو خلني اوديها هنا، خلنا نروح الغابة هذه. الله يستر بس ليكم ياخذوني يلحقوني. استغفر الله العظيم، الله يا ابو المذلة. قلبت ناروتو الحلقة. الى الان هذاك الفيل اللي يطير هو اللي صراحة احس بستمتع مرة اكثر شيء. ايش في هنا؟ تكفى تعال، تكفى 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 تعال تكفى تكفى. اذا انت رجال انزل، اذا انت رجال انزل لي. اوه ايش هذا؟ هذا ايش؟ دقيقة اظن احطه هنا ارميه فوق هذه صح؟ لا وين رميته ذا مسكين؟ لحظة واو هذه لو اقدر يا جماعة يا لبي. اظن بيطلع لي هذاك يقول لي ممنوع صح؟ صح اتوقع. لا عادي اوكي. طيارة اتوقع. لا يا اخي جاني هذا خلاص فك امنا. وذولا باقي يلحقوني الاثنين ذولا. يا الله اتوقع انه اخذ شوفوا الباندا يا ابوي. ايش اللعبة المتخلفة ذي؟ والله لعبة متخلفة فيها كل شيء. لو سمحتي تعالي انضمي الى الجيش حقي. والله مسوي انا ثانوس يا جماعة. شوفوا مجرد اني انزل فرد، شوفوا لما انزل فرد شوفوا اتفجر اي شيء. واو اوه دم الدم 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 عندي، الدم اللي عندي بموت كذا. اوكي اللي معايا قاعدين يفجرون اقسم بالله انهم كفو. سيطرت عليهم والله السيطرة على البشر من جد. عادي بالغلط. اوكي وين 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 القى ال تعال تعال خليك تابع معايا. يا ليل شرطة. اوكي سيارة. اوه هذا ليفل 2 ها. اوكي حطلع فوق هناك ويلحقني اذا في خير اشوف. وشوف تحت هناك مو قادرين يلحقوني اصلا. اوكي انا علقت هنا. اوه هذا هو هذا هو. اوكي انا علقت نفسي والله. والله العظيم ابغى اطلع القمة، ابغى اطلع القمة. مسكت معايا. اوكي يا ليل. ايوه كفو. اوكي نايس قربت قربت قربت. والله الوضع صعب ومتخلف مرة. اشوف هل في مكان اقدر اطلع منه اسهل. ايوه هذا هذا. ايوه ايوه اوه شوفوا شوفوا الحمار الوحشي. يو ديفيت ذا كابز. اوكي انا فزت على الشرطة كفو. هلا والله بالحمار الوحشي. هلا بالشيخ السلام عليكم. يا لبي هذا اضخم كائن الى الان. ايش قاعد يسوون ذول؟ قاعد يضربوني ولا ايش؟ اوه طيحته. لا لا اسف 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 اسف. والله والله عصب علي هذا الباندا من شو. ولي العصبية يا جماعة. ديم اوكي اتوقع انه كان فوق حرف السي. اتوقع انه هذا مدى عصبية اللعبة علي او شيء زي كذا. بس ماني عارف الان هل نعتبر يعني ختمنا اللعبة خلصناها؟ باقي والله هذاك، والله هذاك نفسي. بس وين 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 الطيارات؟ وين الطيارة؟ وهذه برضه هذا مره طلع قوي الله يخرب بيته. والله ما توقعت. وين 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 ابى طيارة طيارة؟ من وين القى الطيارات؟ وين الطيارة يا جماعة؟ والله ابغى طيارة عشان ايش؟ اتوقع. طب اسمع ليه ما اروح عند الشرطة نفسها؟ اروح اجلدهم على طول ادخل كذا. اوه كفو ايوه هذا الكلام. شلون اطلق؟ طيب شلون اطلق؟ لا هذا ما يطلق. اوكي اللي يطلق كليك يسار. اوكي اوكي نايس نايس نايس. يلا تعالوا الحين خلنا اطلق عليكم. بجرب اطلق على الباندا اللي متعلق. خلنا نشوف يعصب علي. والله شفت الطياره هناك، انا شفت الطياره هناك. بس اصبروا. لا 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 اوكي بحاول اهزمه. والله اسمعوا الصوت، قال لك الحرب العالميه الحين. هاي المسدس سحب علي يا جماعة. ما صار يطلق ليه؟ أحول أنت أحول أحول. راح ينام راح ينام.
المسدس سحب عليا ليه؟ اوكي كذا كذا اوكي ضغط سبيس دقيقة. واو يا القوة، بس ضربة واحدة على طول يشيلني دام. اوكي 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 والله يبغالي اشوف اقوى شيء واجلده. هدفنا في هذه الحلقة نجلد ام الكوالا ان شاء الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله عشان ما تفشل. وين مركز الشرطة؟ ضيعته. ليه ما في خريطة في اللعبة دي؟ يوه وين مركز الشرطة؟ حبيب شرطة. اوه بنك، لا تقول اقدر اسرق البنك. اوكي بكسر بشوف في شيء. ايوه اضرب يا لين، عشان كسرت مبنى بتجيني الخرفان ذيك. بس عادي ذولا كف واحد اشيلهم خلاص. اوكي كسرت. اوه جاني سلاح. اوكي حلو المقدمة حقته. سري هناك يلا. اقول دي ابغى بيدي، هذول بيدي بغالهم. ايوه سهلين ذولا بيدي على طول. اوكي كنت سيارة غلط. طيب الحين شوفوا هذا جلل، ذولي باقي ما خلصوا. دي حتى ما احتاج اضربهم، بس امشي من خلالهم. ها ابلع 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 خلاص. ايه جلدتهم جلد. طيب السلام عليكم. اوكي يبغالي اتحرك مره يا جماعه، ما اوقف ابد. والله ديم مره قوي ذا، والله مره قوي ذا. خلاص خلونا نسحب عليه، خلوا مهمتنا نطلع خلنا اول شيء ناخذ مسدس. خلاص خلاص شكرا شكرا، عرفنا انك خرافي وكذا. ابغى اول شيء ابغى القى الطياره. تكفون تكفون الطياره، تكفون بليز بليز الطياره بليز ابك بليز يا لد الطياره. شوفوا شوفوا ايوه وين هبطت؟ وين هتهبط؟ هتهبط وذي ولا ايش وضعها؟ ايوه لف لف لف. تعال انت رجال تعال وقف هنا. اوكي انا قاعد على حق هذه، ما غير تطوف الحياه هنا ما تنزل. والله ما غير تشطف يا جماعه. بس يا الله اكيد في طريقه اني اقدر استيطر على ذولي برضو. تعال 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 الحيني. ما ادري ايش الفائده اصلا بس يلا كذا. طيب ايش في كمان حاجه ممكن نسويها غير الباندا ذا العصبي؟ اصبر اصبر اصبر. اوه شوفوا هذا الباندا لازم اني ما اوقف خلاص. يخرب بيت ابليسه والله هذا الليزر ورايا. يخرب بيت ابليسه ذا ليش زعلان؟ والله ديم مره زعلان ذا. حرك يا يوسف كفو. شوفوا دمه كيف، هذا البوس هذا البوس حق اللعبه. صدقني ما تجيبني يا شيخ، تخسى في وجهك. سير هناك يا ابوي، قد لعبنا مع بوسات اقوى منك يا ابوي. سري سر 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 سر. لا انا غبي انا غبي انا غبي، لاني مشيت في طريق مستقيم المفروض اقعد الف الف الف. اوكي عندنا هنا ايش؟ اسف ماني قصده والله اسف. فجر امه فجر امه. ابغى اشوف الشرطه ايش بيسوون. ايوه ايش بتسوون الشرطه؟ طلعوا يطلعون لما اسوي تكسير وتخريب كثير خلاص. خلنا ابغى اشوف ايش بيسوون. اوكي ايش نهايتهم يعني؟ اوه هنا بديني العب. اوكي لا ما نفسي ما نبغى. تعالوا جو ها جيتوا ها تعال 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 يلا هناك يلا 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 هناك يلا. وين الباقيين ها؟ وين الباقيين ورايا ها؟ تعالوا تعال 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 يا مستر خروف. سوي قوي ها سوي قوي. تعال 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 هناك يلا روح. طيرته بقي اخر واحد اتوقع صح. هي 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 وش والله حسبت قتلني. قلت والله ديم. اوكي هات مسدس يا جماعه. والله عجبني بطلق عليه. والله اسف والله اسف والله اسف خلاص اسف والله. شوف الحركة شوف الحركة شوف الحركة متعب عليها، حركة متعب عليها يا جماعة سينمائية. لا 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 ديم ديم بضبط بضبط سينمائية. اوكي وين الليزر حقه؟ سألت عن الليزر جاك الليزر لين راسك.
ديم يا جماعه. خلاص بس الحين والله بنركز ان انا ايش كيف اقول لكم، خلاص يصير من اتباعي. حركز الحين على الشرطه صدق، ابغى ارفع ضغطهم وبشوف ايش يسوون. هاي الشرطه انا قاعد اكسر، ايش يسوون؟ بالاصح مو شرطه يا خرفان. اوكي حيجون الان صح؟ انا طبعا حسحب عليهم وراح اخذ مسدس. هات مسدس حبيبي بدون استعراض شكرا. دافع عني دافع عني يا بجيح، ايش هذا؟ ايش فايدتك انت؟ طيرتهم؟ اوكي باقي ذولا. نايس طيرناهم. يلا بسم الله بسم الله، خلنا نروح نكسر زيادة. لا 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 بدون 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 بيدي احسن. لحظة خلني افك السلاح، كيف افكه؟ ايوه 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 كسر كسر كسر، خلي هذاك الباندا يطلع لي مرة ثانية اذا هو كفو. تعال يا باندا خلني ابغى اشوف ايش نهايتكم، ابغى اشوف ايش نهايتكم. كسر معايا، ايش فايدة هذا؟ المرة ما له فايدة. كم انت قاعد ترقص وانا بشتغل؟ ها اوكي طلع 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 الباندا طلع. انا اخذ المسدس، تعال تعال وينك؟ اوه اوه الشرطتين اللي ولي 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 سوي عصب يا سوي قوي ابلع تابع حقي ما غير زي ناروتو كذا يقعد يلحقني ما يسوي اي شيء. فسقنا والله بالارض هذا التابع نشبلي والله. ها 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 سوون اوكي ديم. لا لا كذا غلط فقع. لازم انا معي مسدس، لازم بيني وبينهم مسافه. شوف الدم حقها. ها ها ها, ها. توفت البقره. دول باقي يلحقوني مساكين. والله والله اللي بجيح، والله اللي بجيح يا جماعة. دعس اني بطير مع هذه. تعال اذا انتو كفو. ابلع 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 ابلع. ها ها وين القوة؟ وين القوة؟ هذا وين بالمسدس مو بيدي. تعال ها خلنا نمسكك. تعال 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 اوديك قدام مقركم يا حبيبي، اوريهم كيف انت. دقيقة يمديني يمديني اخذ هذا بالمرة. تعال حبيبي زيد زينة. يمديني اضارب فيه؟ لا صح؟ اوكي ما يمديني. فليتها انا مرة. طيب يا جماعة ما ادري ايش الفكرة، طبعا اللعبة اتوقع ان فكرتها كذا جنان بس، وهي فكرة حلوة صراحة يعني انا ما بكذب عليكم. لا قاعد اكسر مبنى هذا، يا رب يجوني بس يعصبون مني هذول اللي فوق. ما ادري كيف طريقتهم. الباندا ذا مره قوي مره قوي، بجرب اخر مره معاه، لو متنا خلاص حننهي المقطع. اوكي يلا بسم الله. لا 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 ما تحسب ما تحسب، لحظه انا وقفت والله. لحظه اجيب مسدس زي الناس واجي. شوفوا الفكره اني بقعد ادور على المقر كذا، والله هذا افضل حل، وراح ابعد بعيد عشان تصير مساحه كبيره مره. الصح اني ما امشي في خط مستقيم، هذا الصح. بس والله انه سريع مره، والله سريع مره صدق. اوكي اوكي يوسف لا تمشي في خط مستقيم، لازم الف لازم الف لازم الف. اوه اوكي. والله نطت في وجهه ابو القوه. هاي لا 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 علقت يا جماعه. اوكي صحه حلوه. اوكي يا جماعه الخير كذا صحت مقطع اليوم، اتمنى مقطع اللي عجبكم المحاكي الغزال. لو في اشياء مثلا انا المفروض اني اسويها وما سويتها قولوا لي عشان اسويها. دقيقه هذا ايش هذا؟ هذا ايش اللي جنبي؟ دقيقه اوه هذا ايش؟ والله ما ادري اول مره اشوفه، والله ما ادري هذا ايش. اوكي طلع حاجه عادي. اوكي قلت يمكن حاجه اقدر اضيفها. هليكوبتر مكسر. اوكي فعموما جبت خير، لو في حاجه تبغالي اسويها في هذه اللعبه مثلا، او نقدر ننزل عنها الجزء الثاني، وفي افكار ما سويتها شلون اسيطر على ذول اللي يحلقون في السماء، اكتبوا لي افكاركم. اكيد انكم عارفين اكثر انكم شفتوا مقاطع العيال كلها. وبس اللي كان عندي، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك. معكم يوسف، السلام عليكم.